هذه حفلة كنديروها كل سنة باش نكرموا الأبطال ديالنا اللي تتوجوا بميداليات، وكيكون فرصة باش نتشافوا مع 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 أحبابنا والأصدقاء ديالنا والمشجعين ديالنا والصحفيين ديالنا والناس الوزراء واللجنة الأولمبية. كيكون عرس رياضي اللي هو بكل صراحة تكريم لهاد الأبطال وقيل حقهم، لأن الأبطال كيعطيو الغالي والنفيس باش كيوصلوا لمستوى هذا المستوى ديال الميداليات. عندنا بطولة أفريقيا اللي غتكون الألعاب الإفريقية اللي غتكون في غانا، وعندنا بطولة أفريقيا اللي غتكون في القاهرة، وعندنا بطولة الشباب جونيور اللي غتكون في أرمينيا، وبطولة السينيور اللي غتكون في كازاخستان، واللي هي مهمة بزاف، والمغرب يحتضن لأول مرة بطولة العالم الشاطئية في الدار البيضاء. كاين معسكرات إن شاء الله، وكاين تهيئ إن شاء الله، واحد لكم البرفورمانس باش نوصلوا لهذا المستوى. هذا العام هذا حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، فهمتيني، وكنشكر جميع الأساتذة اللي تابروا معنا، وكنشكر دار التخلي اللي مساندنا ودرنا هذه الحفلة هذا وجمعنا مع الأساتذة، وإن شاء الله ما يكون الخير، إن شاء الله مازال الخير القدام، إن شاء الله نحصلوا على ميدالية كبرى إن شاء الله بإذن الله. حاصل على المرتبة الثانية في رياضة السامبو طايجيتسو بطولة العالم اللي كانت منظمة في كرغيزستان مدينة بيشكيك، والحمد لله كما شتي حققت هذا الإنجاز، أول عام لي نحقق مرتبة ثانية في بطولة العالم، وكان هذا إنجاز حققته كبير بالنسبة لي وبالنسبة للوالدين ديالي، وكنشكر الأستاذ عزيز اللي هو اللي عانى معايا في هذا بريباراسيو اللي كما كتشوفوا دار معايا بزاف الإنجازات، وكنشكر الوالدة ديالي تاي اللي ساندتني، وكنشكر جميع الملكية المغربية السامبو طاجيش، وكنشكر الأستاذ داليس خلي اللي مخيبش لي الظن ديالو كما شتي وثاق فيا حتى هو وداني لعبت البطولة هذه، وكنشكرو على هذا الحفل اللي دار لينا، وهذا كتحفيز لينا الأبطال باش إن شاء الله نكملوا الاستمرارية في هذه الرياضة ونحققوا عاوتاني ألقاب كثيرة، وعلاش لنا نكونوا أبطال العالم معروفين إن شاء الله.